أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن. نهار اليوم تستمر الرياح الشرقية بالهبوب في عموم مناطق المملكة. الطقس خلال ساعات نهار اليوم في العاصمة عمان يبقى مستقر، لكن الرياح الشرقية تستمر بالهبوب، نشرة درجة مئوية الملموسة 11، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون جنوبية شرقية معتدلة تنشط أحيانا خاصة خلال ساعات الظهيرة والعصر. التوقعات الجوية نهار اليوم في باقي مناطق المملكة نبدأ بالمنطقة الشمالية حيث تكون أيضا عرضة للرياح الشرقية التي تزيد من الشعور بالبرودة، المفرق 12 إلى 8، إربد 16 إلى 9، جرش 14 إلى 9، وعجلون 14 إلى 8 درجات مئوية. المنطقة الوسطى أيضا تشهد هبوب لرياح شرقية نشطة السرعة، الزرقاء 13 إلى 7، البلقاء 17 إلى 10، عمان 12 إلى 7، مأدبة 15 إلى 7، والبحر الميت 22 إلى 12 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك رياح نشطة 12 إلى 5 درجات، الطفيلة 16 إلى 8، الشوبك 12 إلى 6، معان 12 إلى 4، والعقبة 24 إلى 13 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية الأزرق رياح نشطة أيضا 14 إلى 10، نفس الحرارات متوقعة في أرويشد والصفاوي، مع هبوب للرياح شرقية نشطة السرعة تعمل على زيادة الإحساس بالبرودة وأيضا إثارة الأتربة والغبار في بعض النطاقات المحدودة من المنطقة الشرقية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.